تجربة فنية جديدة ومميزة في مجال مسرح الطفل العرض المسرحي اسمها الشيطان مش شاطر، اللي قدمته فرقة أطفال مسرح مؤسسة ساقية مصر للثقافة والفنون. الاسم ملفت جدا، الشيطان والشاطر، عرض مليان برسائل الإبداع للأطفال، وفي كده مجموعة من القيم المهمة جدا بتتناول تأثيرات مختلفة على حياة الطفل وبتأثر على سلوكياته. إزاي المسرح يكون رسالة لصناعة الوعي؟ هنعرف تفاصيل أكتر عن محتوى مسرحية الشيطان بالشاطر. معانا على تطبيق زوم الأستاذة ناهد السيد، كاتبة قصص الأطفال وهي مؤلفة المسرحية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. إزاي الشيطان ما يكونش شاطر؟ كلمينا كده بقى عن فكرة المسرحية والكتابة للطفل. كتابة صعبة جدا، الناس تفتكر انه الكتابة سواء القصص او الروايات او المسرح للأطفال هي كتابة اسهل شوية من الكبار، لكن هي كتابة صعبة جدا، محتاجة ابقى فاهم كويس عقلية الطفل اللي انا بخاطبه وبوجه له الرسالة من خلال العمل الفني. بالظبط. انت يعني انا بقول دايما اللي بيكتب للاطفال ده لازم يكون طفل اصلا، بس كبر جسمانيا مش عقليا. جميل. هي كتابة للطفل صعبة جدا فعلا، ومحتاجة ان انت تدرس طبيعة الطفل وتطوراته الفجائية والسريعة كمان. يعني الطفل بتاع زمان غير الطفل دلوقتي، واحنا بنعتمد في المسرحيات بتاعتنا، احنا بنعمل مسرحية كل سنة مع الأطفال، بنعتمد معاهم على الارتجال، هما اللي بيوحوا لنا بالفكرة، وده طبعا حاجة جميلة ان تسيب لهم خيالهم كده، ان هم يقولوا ايه اللي محتاجين يعرضوه على المسرح، وده في حد ذاته نجاح منهم. يعني الأطفال متابعة المسرح، يعني الأطفال نفسها هم دلوقتي بقوا بيحبوا يشوفوا تيك توك ويحبوا يشوفوا الكرتون، حتى بقاش كرتون زي بتاعنا كده، بقوا يشوفوا الأنمي والحاجات اللي هي يعني معقدة أكتر بكتير. بيعملوا إيه بقى على المسرح علشان يلاقوا إقبال من الأطفال اللي زيهم؟ بالعكس، هم حبوا الموضوع بتاع المسرح ده، وطبعا الأهالي جهة سبب كبير قوي في كده، ان هم يجيبوا اطفال يتعلموا في ورشه مسرح. الولاد بداوا يحسوا ان هم ليهم دور في المجتمع، وان هم بيعرضوا القضايا بتاعتهم. كل المسرحيات بتاعتنا اللي انا كتبتها كانت عن التنمر مثلا، عن السوشيال ميديا. اول مسرحيه عملناها كانت عن السوشيال ميديا، اسمها تايه بمزاجي، وقد ايه السوشيال ميديا مخلياهم لا يسمعوا لا يروا لا يتكلموا، زي الاسطوره بتاعت القرود طول الوقت. وبعد كده كانت مسرحيه التنمر دي الاقوى، كانت اسمها الاقوى. برضو هم كانت فكرتهم وكان الارتجال كله والافيهات كلها وكل المشاهد كانت من ارتجال الاطفال. يعني احنا بنحط السكريبت الاساسي وهم بيكشوه بارتجالهم وخيالهم وبالواقع اللي بيعيشوه يعني. فده طبعا حاجة، يعني المسرح خد الأطفال من سكة الانهماك في السوشيال ميديا والحاجات دي، وده يعني مؤشر حلو، لأنه بقى فيه أطفال طبعا بتحب الواقع وتتفاعل معاه. أكيد. طب نيجي بقى لمسرحية الشيطان بالشاطر، أهم الموضوعات بقى في المسرحية دي القيم اللي حضرتك أستاذة ناهد حاولتي إنك تقدميها من خلال نص المسرحية، وإزاي كمان الأطفال ارتجلوا زي ما قلتي واستفدتي من هذا الارتجال في كتابة النص. الشيطان مش شاطر هي عبارة عن سكتشات كتيرة قوي لكل حاجة احنا هم شايفينها واحنا شايفينها سوية في المجتمع. يعني بقينا بنعلي على الشيطان زي ما بيقولوا، ان احنا بنعمل افعال شريرة جدا الشيطان نفسه مش قادر يستوعبها، زي خطف الاطفال، بيع الأعضاء، زي بيع حاجات مسممة، زي مثلا استغلال الفقراء أو الأطفال في الأعمال والأشغال في الشارع، زي استغلال أطفال الشوارع، حاجات كتيرة جدا الأطفال بنفسهم حطوا إيديهم عليها، بحيث إن إحنا بيبينوها للمجتمع إن هي مساوئ كتيرة قوي الشيطان مش متحملها. فانه ان هم المساوئ دي تتعرض على بعقليه واداء طفل، ده في حد ذاته اصلا مهم للمجتمع، ان هم بيعرضوا صوره
سيئة جدا اللي احنا وصلنا له، وان هم رافضين ده، يعني هم بيرفضوا الواقع من خلال المسرحية طبعا في شكل كوميدي وكوميديا سوداء جدا، بتضحك على يعني كوارث بتحصل، مصايب بتغير من سلوك طفل وتغير من سلوك المجتمع كله. بس في النهاية عملوها بشكل دم خفيف، وان الشيطان خلاص في الاخر تاب، يعني حتى كان منزل ولاده قال لهم شوفوا لي ايه المجتمع الجديد ده، يعني هو ايه ما بقاش فيه وسوسة ووساوس من الحاجات دي دلوقتي، فقالوا له يا بابا انت قديم قوي، يعني الشيطان ده لا ما بقاش فيه الكلام ده، بقى فيه وسوسة عبر الانترنت ففي مثلا سكتش بسكتشات حد ولد بيتحرش ببنت، فكل الناس وقفت في الشارع تصور الحادثة وتصور البنت وهي واقعة وتصور البنت وهو تصور قصة التحرش يعني، لحد ما الولد هرب. بعد كده بقى بيتكلموا مع المتحرش على انه هو عمل ليك وتعالى نصورك وبقى هو البطل. فدي من الحاجات اللي الولاد كانوا معجبين بيها جدا، جميل. ان هم مش غايبين عن المجتمع، هم مع كل عنصر من عناصر اللي بتحصل سواء ايجابيه او سلبيه، بس رافضين السلبيه. أستاذة ناهد السيد، كاتبة قصص الأطفال ومؤلفة مسرحية الشيطان مش شاطر، كنت معانا، شكرا جزيلا ليكي. موضوع مهم جدا، وفكرة ان انا اقدم يعني من خلال الفن ومن خلال المسرح رسائل يعني توعوية للأطفال، ده مهم جدا وبيأثر كمان بشكل مباشر على الأطفال بدل من الطرق التقليدية يا منا او الطرق اللي احنا عارفينها. الفن وسيلة مهمة جدا لتشكيل قيم الطفل.